أهلا بكم. ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد. يهدف الاجتماع لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة التعديل المادة الثالثة من لائحة شؤون العاملين بالهيئة. وأكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية، مشيرا إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة محافظات الجمهورية، بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها. اجتمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب على هامش مشاركته في قمة الكوميسا 23 في بوجمبورا في بوروندي مع الأمينة العامة لكوميسا. وأشار الوزير إلى حرص مصر التام لإزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالكوميسا، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار عام 2023. خلال اللقاء تطرق الوزير إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2024، مشيرا إلى أهمية قيام سكرتارية الكوميسا بالتنسيق مع سكرتارية التكتل السادات وجماعة شرق إفريقيا لترتيب اجتماعات منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أقرب وقت لمناقشة مستقبل الاتفاقية. التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب على هامش مشاركته في قمة الكوميسا 23 ببوروندي المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الزامبي إنكوكا فنديل. وأكد الوزير خلال اللقاء على قوة العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، مشيدا بجهود جمهورية زامبيا خلال رئاستها لكوميسا خلفا لمصر منذ انعقاد القمة 22 للتجمع بالعاصمة الزامبية أوساكا في يونيو 2023، وحرص القيادة السياسية على تنمية التعاون الثنائي مع زامبيا. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتعاون الدولي رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما يعكس التزاما مشتركا بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة. جاء ذلك خلال استقبالها وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمناقشة الجهود المشتركة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأكدت المشاط أن الشراكة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل. التقى وزير الزراعة علاء فاروق بوزير الدولة بوزارة الزراعة وري بالصومال عبد الرازق محمد لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية المقام بعاصمة المملكة الأردنية عمان. وأكد وزير الزراعة أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم للدول وشعوب القارة السمراء نظرا لما تمثله إفريقيا من أهمية استراتيجية. شارك وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في الدورة 46 لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول التي عقدت في ياوندي بالكاميرون. استعرض الاجتماع الوزاري أهم أنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مستجدات إنشاء بنك الطاقة الإفريقي والذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه في القاهرة في يونيو الماضي. وأوضحت نيجيريا الدولة المستضيفة لمقر البنك أنها تعمل على تجهيز مقر البنك لافتتاحه في يناير القادم وفقا لما هو متفق عليه مع الدول المنظمة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة من العراق للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة، رغم أن الخامين القياسيين يتجهان لتحقيق خسائر أسبوعية.
على صعيد التداولات، زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.91% لتصل إلى 70 دولار و58 سنتا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.91% ليصل إلى 70 دولار و58 سنتا للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 94% لتصل إلى $2.25 للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 66% لتبلغ $2.68 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال متعاملون إن شركتي أرامكو السعودية وسونتراك الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر نوفمبر بين 1 و3% مقارنة بأكتوبر بسبب زيادة الطلب العالمي. ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبيان لنوفمبر 10 دولارات إلى 635 دولارا للطن، كما رفعت أسعار البيع الرسمي للبوتان 10 دولارات إلى 630 دولارا للطن. والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال، ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر، ويستخدم غاز البترول المسال وقودا للسيارات وفي التدفئة ومادة أولية لصناعة بتروكيماويات أخرى. أما سونتراك رفعت سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر للبروبان بمقدار 5 دولارات إلى 595 دولارا للطن، وزادت سعر البيع الرسمي للبوتان 20 دولارا إلى 600 دولار للطن. حققت إيرادات صادرات النفط العراقي في أكتوبر الماضي نحو 9.7 مليار دولار بزيادة 175 مليون دولار عن إيرادات شهر سبتمبر السابق له، والتي بلغت نحو 9.5 مليار دولار. كانت الإيرادات المحققة خلال شهر سبتمبر الماضي قد قفزت بمقدار 648 مليون دولار فوق الإيرادات التي حققتها خلال أغسطس السابق له، والبلغ 8.8 مليار دولار، وذلك بفضل عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا. أغلقت بورصات الإمارات على ارتفاع بدعم من نتائج أرباح إيجابية وارتفاع أسعار النفط عقب تقارير عن أن إيران تستعد لشن ضربة على إسرائيل من العراق في الأيام المقبلة. واستهل مؤشر سوق دبي الرئيسي شهر نوفمبر بمكاسب بلغت 7% متعافيا من خسائر الجلسة الماضية، بينما أغلق مؤشر أبو ظبي مرتفعا 2% ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي. وزاد مؤشر دبي 3.2% ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أول نوفمبر العام الماضي. وعلى أساس شهري تقدم المؤشر 1.9% بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. أما مؤشر أبو ظبي فارتفع 1.6% في أعلى مكسب أسبوعي له في نحو شهرين. نهاية أخبار الاقتصاد، من جديد أعود إلى صحر ونهى. شكرا جزيلا لك محمد.